انه انا ما بعرف سير، ما بعرف ولا حديث، ما بعرف سير. بس نطري احلى شيء من السياره، بتعرف قصص، بتعرف عالم، بتحكي. دائما لازم تكوني انترسي بحياه الثاني. ماني انترسي. بدك تجربي؟ اجرب. اوكي سيري، انا رح سيرك. كيفك نات؟ طبعا. كيف الشغل؟ منيح. انه منيح، انه شو بدي اقول، انه منيح. كيفك انت وجوزك؟ ليه عم تدخلي بحياتي الشخصية؟ نطري واحد قلب تقرفة، تمام شو بدي سايرك يعني؟ جربي فيي، جربي فيي. سألين لألي سؤال. كيفك انت وجوزك؟ من اول ما تعرفنا على بعض في شيء كتير لذيذ بيناتنا، انه دايما مفكر انه انا يمكن جواز كتير صغيرة، فعلا تتجوز على 16 عرفتي؟ انه هلا هي الليجل وهيك، وانه بلكي اوفيلات عم يخلصوا اصلا، انه لازم لحق حالي، اشتغل على شيء سوبر هيوج، الماركت مان قد ما فايت الايكونومي كرايسيس نحن عم نطلع نحن عكسه، بحب بعض كتير، بس انه بمحل انه صرت عم بفرق مع جنب انه بركي بشي شوي ريدات عرفتي شي، وما بدي اعمل فيلر وبوتوكس، انه بركي بعد شوي. قلبت مصرياتي على اليان، عم بوقف على راسي اكثر، مليان على اليورو، مليان على الدولار، واحد انا والحياه، انترمنتنت فاستينغ، وكل الوقت مركزين على شعرات سبيسيفيكلي، انه نو بس ما لازم تركزي معي وقت سايق صراحه. نادين ايه هيدا عدى الواتساب، شو مش عم تسايق لحدا؟